الرئيس عبد الفتاح السيسي زار اليوم مدرسة ميامي الابتدائية في طوكيو، وكان في استقباله مدير المدرسة والطلاب حاملين الأعلام المصرية. وتفقد رئيس المدرسة للتعرف على نظام التعليم، ووجه الدعوة لمدير المدرسة لتنظيم رحلة مدرسية لزيارة مصر. فيما شهد الرئيس فعاليات مجلس العمالة المصري الياباني الذي أصدر بيانا مشتركا تضمن دعم وإشادة اليابان للإصلاحات المصرية الاقتصادية والاجتماعية. وأكد الرئيس على أن مصر تشهد ثورة اقتصادية حقيقية وإجراءات حاسمة لتوفير مناخ الاستثمار. مهندس علي، ما تقييمك لزيارة الرئيس لليابان، وكيف ممكن ان احنا نستفيد من الخبرة اليابانية؟ زيارة مهمة جدا. اليابان ثالث اكبر اقتصاد في العالم، فبالتالي مهمة جدا جدا. احنا عايزين نفتح الاستثمارات اليابانية تيجي الى مصر. انا اشوف ده احنا محتاجين نحط مكتب مصري هناك قاعد بيجذب الاستثمارات، بيبقى في ناس قاعدين موظفين قاعدين شغالين يوميا شغلانتهم، ينزلوا يقنعوا الشركات اليابانية انها تيجي تستثمر في مصر. بس ده طبعا ده يتطلب ان احنا نبقى جاهزين، يعني لما اقنع المستثمر يجي من هناك يستثمر يبقى في ارض يعرف يوصل لها، في مرافق، في تراخيص، في كل حاجه موجوده. بس لازم نبتدي نتحرك اكتر، بدل ما تبقى معتمده على زياره الرئيس فقط، تبقى معتمده ان في ناس 10 15 واحد نازلين بيعملوا الشغلانه دي يوميا. التعليم اساسي ومهم جدا، وطبعا دي مبادره الرئيس دي حاجه كويسه جدا يعني لتشجيع التعليم. ولكن انا بشوف الحاجه كمان الاهم من كده، الاستفاده من المتعلمين. ما الفائده ان احنا نعلم حد وبعد كده لو اتخرج ما لقاش شغل يروح يشتغل في دبي؟ فبالتالي دبي هتشكرنا كويس، تقول لنا شكرا جدا على المجهود اللي انتوا عملتوه في تعليم الشخص ده، ويبقى احنا ضيعنا 5 6 سنين. الهدف كل الاهم من كل ده الاستفاده من الذين تعلموا، واللي تعلموا كتير في مصر. انا يعني ممكن اقول لك مثلا على الاقل بتتكلمي توقع بتتكلم في نص مليون واحد. لو قدرنا نستفيد بالناس الموجوده دي، منهم ناس في مصر منهم ناس بره مصر، هنعرف نقوم البلد في اللحظه الحاليه، وفي نفس الوقت بقى نطور التعليم، وطبعا نبعت بعثات بره وكل حاجه.